السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأفاضل من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار، أستهلها بأهم العناوين. وصل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى إقليم هود. رئيس الجمهورية يبعث برقية تعاسي ومواساة. النائب الأول لأمين العام مجلس النواب يقوم بوضع حجر البناء لمشاريع تنموية بمنطقة عيقاق التابعة لإقليم سرار. هذا وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة، وإليكم التفاصيل. وصل وفد رئيس جمهورية سومنلان فخامة أحمد محمد محمود آدم إلى إقليم هود ضمن جولة العمل التي قام بها فخامته إلى عدد من أقاليم سومنلان. وصل يوم أمس رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم إلى إقليم هود هو والوفد المرافق له ضمن جولة العمل التي قام بها مؤخرا في عدد من أقاليم سوماليلاند، حيث استقبل فخامته بحفاوة كبيرة واصطف مواطني الإقليم على جانبي الطريق وهم يلوحون بالأعلام والأغصان الخضراء. وقد بات فخامته ليلة أمس في مدينة بليغو بدلة عاصمة إقليم هود، حيث قام صباح اليوم بافتتاح عدد من المشاريع التنموية في الإقليم، حيث كان من ضمنها مبنى لاستقبال الضيوف تابع لمكتب وزارة التربية والتعليم العالي. وقام أيضا من جهة أخرى بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التطويرية الأخرى، وأقيمت مناسبة كبيرة في أحد ساحات المدينة. تحدث في هذه المناسبة مسؤولون في الإقليم أشادوا من خلال كلماتهم بهذه الزيارة التاريخية لفخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود آدم، مشيرين في الوقت نفسه بإنجازات فخامته من خلال إقامة مشاريع تنموية في الإقليم. وتحدث أيضا هناك سلاطين وعقلاء وشيوخ عشائر وبعض مواطنين إقليم. وتحدث أيضا رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آذن شكر من خلال كلمته مواطني إقليم على حفاوة الاستقبال، وأشار أيضا من خلال كلمته إلى عدة قضايا منها الحالة العامة للوطن الفترة الماضية والخطط المستقبلية من خلال إقامة مشاريع تنموية في الفترة القادمة، وأشار أيضا إلى الأعمال وإنجازات حكومته واصفا إياها إنها مجهود وتعاون مشترك بين جميع العاملين في الهيئات والدوائر الحكومية مع مجلس الوزراء من أجل تنفيذ خطط الحكومة في بناء وتنمية التطويرية للوطن. واصل فخامته ووفد المرافق له وصولا إلى مدينة إنغوحي ومدينة سلحلي، حيث تم افتتاح عدة مشاريع تنموية فيها أيضا، ووضع أيضا حجر الأساس لعدد من المشاريع التطويرية الأخرى. وتحدث في تلك المدن إلى السلاطين ومسؤولين وعقال ومواطنين تلك المدن، ووجه رئيس الجمهورية خطابات عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لوجوده وسط مواطني سوماليلاند، وتعهد فخامته بعمل كل ما يلزم من أجل المضي في عجلة التطوير في البلاد، وحثهم أيضا على محافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم برقية تعسية ومواساة متحدثا باسمه وباسم الشعب السومنلندي لأهالي ولأسرتي وللشعب لوفاة المطرب والفنان الشهير المرحوم محمد أحمد كلوع والذي توفي في مدينة هرقيسة. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم برقية تعسية ومواساة متحدثا باسمه وباسم الشعب السومنلندي لأهالي وأسرة الفقيد محمد أحمد كلوع والذي وافته المنية في مدينة هرقيسة. هذا ووصف فخامة الرئيس الفقيد بأنه شارك بعملية تأسيس الفن في جمهورية سومنلان خاصة وعامة الصومال، وقد شارك في عملية بناء الوطن وحرية الوطن بالتوعية المجتمع، وكان له دورا فعالا في ذلك. وتمنى فخامة الرئيس الجمهورية من الله عز وجل أن يدخله في صياح جناته وأن يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته عدد كبير من الوزراء بوضع حجر البناء لمدرسة ابتدائية إعدادية بقرية مقال فرحان التابعة لمنطقة الليبضي.
قام رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقة عدد كبير من الوزراء بوضع حجر البناء لمدرسة ابتدائية إعدادية بقرية مقال فرحان التابعة لمنطقة الليبضي. هذا وتلقى الوفد الذي يترأسه رئيس الجمهورية لدى وصولهم لقرية مقال فرحان استقبالا حارا من قبل مواطني المنطقة بقيادة سلاطين وعقلاء ومسؤولي إقليم قبيلي. هذا وتحدث سلاطين وعقلاء ومسؤولي المنطقة بمناسبة احتفالية لاستقبال وفد رئيس الجمهورية، وقد وجهوا من خلال حديثهم الشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، ومن ثم طلبوا من فخامته مضاعفة الجهود الحكومة التنموية للإقليم. وتحدث في المناسبة أيضا مسؤولي إقليم قبيلي وقدموا تقريرا مفصلا عن المشاريع التنموية الجارية حاليا في الإقليم. هذا وأعلن رئيس الجمهورية أن الحكومة ستأخذ دورا فعالا لتشييد المشاريع التنموية في الإقليم، خاصة تعبيد طريق الليبضي الرفصيو. هذا وتوجه الوفد بعد ذلك إلى مدينة الليبضي، حيث قام بافتتاح بيت الضيافة الرئاسية في المدينة، وأقام مسؤولي مدينة الليبضي مأدبة غذاء شرف لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له. وتعتبر هذه الزيارة من ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إلى أقاليم البلاد والمعابر الحدودية للبلاد. قام النائب الأول لأمين العام مجلس النواب جمهورية سوماليلاند سعادة باشا محمد فارح يرافقه كلا من وزير وزارة التعمير وإعادة الإسكان معالي عبد الرزاق خليف أحمد، ونائب وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الواحد عبد القادر، والمدير العام لوزارة الدين والشؤون الإسلامية. قاموا بوضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بقرية عقاق. قام النائب الأول لأمين عام مجلس النواب بجمهورية سوماليلاند سعادة باشا محمد فرح بوضع حجر البناء لمقار حكومية منها مركز للشرطة لقرية عجاج التابعة لإقليم صرار، وأيضا مقر البلدية بالمنطقة. وضمن هذا الوفد أيضا وزير وزارة التعمير وإعادة الإسكان معالي عبد الرزاق خليف أحمد، ونائب وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الواحد عبد القادر، ومدير عام لوزارة الدين والشؤون الإسلامية الشيخ آذن عبد الله عبد الله. وأعلن مدير عام لوزارة الدين والشؤون الإسلامية الشيخ آذن عبد الله عبد الله أن الحكومة سوماليلاند بقيادة رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آذن تقوم بتشييد مشاريع تنموية في المنطقة، من ضمنها بناء مركز للشرطة ومقر جديد للبلدية، وعلى الشعب الحفاظ عليهما. وأشار أيضا وزير وزارة التعمير وإعادة الإسكان أن منطقة عجاج منطقة جديدة قام رئيس الجمهورية بتسميتها مؤخرا، لذا ستقوم الحكومة الحالية بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية فيها. هذا وتحدث في المناسبة أيضا نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الواحد عبد القادر. كما تحدث أيضا في هذه المناسبة النائب الأول لأمين عام مجلس النواب بجمهورية سوماليلاند سعادة باشا محمد فرح، أشار من خلال حديثه أن منطقة عجاج منطقة جديدة وستحظى باهتمام الحكومة، وذلك ببناء مقر للبلدية ومركز جديد للشرطة، ولم تحظى به المناطق الأخرى القديمة، وحث المواطنين في منطقة عجاج المحافظة عليهما. أعلن أعضاء لجنة ممارسي مهنة الطب في سوماليلاند بأن اللجنة ستقوم بجولات تفقدية لمستشفيات المختلفة في أقاليم البلاد. أعلن أعضاء لجنة ممارسي مهنة الطب في سوماليلاند بأن اللجنة ستقوم بجولات تفقدية لمستشفيات أقاليم البلاد المختلفة، وذلك للوقوف والإطلاع على الحالة العامة فيها. وصرح أعضاء لجنة ممارسي مهنة الطب ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه في مدينة هرقيسة. وأعلن مدير اللجنة السيد أحمد حاشي أوضي بأن أعضاء اللجنة سوف تبدأ بجولاتها التفقدية بمستشفى هرقيسة العام. هذا وأعلن مدير العام لمستشفى هرقيسة العام أنهم يرحبون بجولة أعضاء اللجنة. هذا وقام أعضاء اللجنة اليوم بتفقد الحالة العامة للمستشفى، وأيضا تقييم مؤهلات الكوادر الأطباء والممرضين العاملين في المستشفى هرقيسة العام،
والمستشفيات الأخرى في البلاد. اختتمت دورة تدريبية استمرت عدة أيام ل18 من الطلبة المتفوقين والمتخرجين من جامعة النوغال بمدينة لاس عانود عاصمة إقليم السول. ويهدف هذا التدريب إلى تدريب الطلبة على كيفية خلق وإنشاء فرص عمل لهم. اختتمت دورة تدريبية استمرت عدة أيام ل18 من الطلبة المتفوقين والمتخرجين من جامعة نوغال بمدينة لاس عانود عاصمة إقليم سول. ويهدف هذا التدريب على أن يتدرب الطلبة على كيفية خلق وإنشاء فرص عمل لهم. وقد قامت هيئة IOM بتنظيم هذا التدريب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة هذا. وتحدث في ختام هذه الدورة عميد جامعة نوغال الذي حث الطلاب بتطبيق ما تعلموه بأعمالهم اليومية وشجعهم بإنشاء حرف يدوية وأعمال خاصة بهم. ووجه عميد جامعة نوغال الشكر الجزيل لهيئة IOM التي قامت بتمويل هذا التدريب. كما تحدث في هذه المناسبة أحد الطلبة مشيرا بأن المشاركين في هذا التدريب استفادوا من المعلومات التي قدمت إليهم. وفي ختام التدريب تم توزيع شهادات تقديرية على الطلبة المشاركين. قام طلبة جامعة جوليس بمدينة هرقيزة خاصة طلبة كلية الاتصالات بعرض اختراع جديد لأجهزة إلكترونية توصل إليه الطلبة بعد إجراء تجارب علمية عدة. قامت طلبة جامعة جوليس بجامعة هرقيزة خاصة طلبة كلية الاتصالات بعرض اختراع جديد لأجهزة إلكترونية توصل إليها الطلبة بعد إجراء تجارب علمية عدة. ومن ضمن هذه الاختراعات أجهزة إلكترونية خاصة بالأمن وأجهزة إلكترونية أيضا خاصة باختبار الرطوبة في الرمال وأجهزة أخرى إلكترونية وترفيهية للأطفال والاختراعات الأخرى. وقد قدم بعض الطلبة تقاريرا تتعلق بهذه الاختراعات الجديدة هذا. وتحدث في هذه المناسبة عميد كلية الاتصالات بجامعة جوليس صرح من خلال حديثه أن الطلبة عرضوا خلال هذه المناسبة ما تعلموه في الجامعة والمعلومات التي تلقونها هذا. وتحدث في المناسبة أيضا عميد جامعة جوليس البروفيسور سعيد أحمد حسن عبر عن مدى سروره بعرض الطلبة اختراعاتهم التي تنم عما تعلموه في كلية الاتصالات. وأضاف أيضا أن جهود مسؤولي جامعة جوليس والطلبة معا توصلوا لهذه الاختراعات. وقال أيضا أن من الآفاق الجامعة التطوير العلمي وإنجاح هدف التعليم هذا. وقد قام الطلبة بتقديم شهادات تقديرية لإدارة الجامعة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية النشرة الأخبارية قدمتها إليكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند. وحتى لقاءنا التالي تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.